كولاج هو تمثيل كأنه تمثيل إذاعي، هل بتلاقي فيه مشكلة؟ يعني لازم تبقي بتعرفي تمثلي، تعرفي أداء الشخصية، ده بيدي صعوبة. أصل لو الغنى بس وكفرات لأغاني كتير مش هتبقى مشكلة بالنسبة لصوت حلو، الدوبلاج عايز تمثيل. صح. كلميني عن الجزئية دي، وهل بتذاكري له؟ هل بيبقى فيه بروفات؟ اوكي، هو رح بلش من الاخير وارجع لاول سؤال. عاده ما بيكون في بروفات لانه دائما الكلاينت مستعجل. العميل دائما مستعجل وفي تسليم، فنحن أيوة، بندخل على الاستوديو. يبقى بيأدي. لا هلا اذا في كاركتر عم بعمله، كاركتر غريب يعني لا صوت طفل ولا طفل، صوت كائنات غريبه او شيء، وقتها لا بنثبت على الطبقه، على النبره، على خامه الصوت. بعدين خلص لما نمسك الصوت منيح بندوس. اوكي بنسجل يعني، اوكي بنبقى بنشوط. ولما يكون في وقت اكيد يعني الواحد مثلا في مسلسلات نضطر نشوف المشهد حسب صعوبته، يعني في عياط، ايه في لجلجه، حدا عم في بيبكي، الكلام، حدا عم بيتأتأ، بالضبط، بالظبط. حدا عم بيخانق، حدا عم بيزحق وكده متنشن وما اعرفش ايه، فمحتاج كثير تمثيل. ولازم ما نمثل انه عم نمثل. انا هي الملاحظه دائما بقولها باي ورشه دوبلاج بعملها، انه اذا انت بنت صغيره ما تمثلي انك بنت صغيره، احكي فعلا بالحاله البريئه تبع الطفوله مثلا، وتكلمي كده معايا، ان انت مش ما تورجيني. ولما تزعق ما تمثلش انك بتزعق، زعق فعلا، او لو بتعيط مش اللي هو ها، لا يعني انت بدك تبكي فعلا، احيانا تضطر تبكي لما تكون كثير متاثر بالحاله يعني هو تمثيل، هو تمثيل بالضبط، واصعب من الصوره طبعا، لانه انت بدك تعوضي المشاهد بس بصوتك على اللي عم بيشوفه. على اللي بيشوفه.